الناس كيتراسي وكيكروكي وكيحفروا الواد الحار كيدوزو بلا ما يتشورطوا مع شي واحد. اي بلاد كيجيو الا ما وقفتيهم راه غتلقاهم غدا ركبوا لك القواس. كنا نعرفوا شكون اللي مسؤول على هادشي. جينا ندوا مع الجمعيه كيقول لك حنا ما كنتسالوا حتى شي حاجه في هادشي. شوفوا مع البلديه المحاور ما كاينش وشكون اللي متخذ هاد القرارات. هذه كاين شي منفعه عامه للناس هذا ما عندنا حتى مشكل. حنا مع المصلحه العامه ولكن المشكل اللي كاين هو هاد الناس اللي كيدوزوا كيصغوا الطريق. شكون هما هادو؟ واش العمران؟ واش بلديه؟ واش عماله؟ واش نوم؟ ما كاينش يعني ما كاينش الناس اللي نتحاوروا معاهم. جيت لقيتهم كيحفروا في البلاد ديالي بدون اذن وبدون سابق انذار والبلاد متقى بكواغتها وحنا اصليين ما عندنا لا برارك لا والو. جينا لقيناهم كيحفروا وما عرفنا شكون. ديال الوالده ديالي كنوك عليها فيها تقريبا شي 3000 متر. اليوم هذا الصباح هذا رسونا عليا واحد السي رئيس الجمعيه قال لك راه بانها كيعلمني باش يدوزوا واحد الطريق. هذيك الطريق تقريبا فيها شي 15 متر في العرض. فجيت اودي جيت عنده نشوف قلت له اودي ما عندكش الحق دوز هذه الطريق هذه اللي قال لك انت تابع للجمعيه وحنا ما تابعينش للجمعيه عندها حتى علاقه بالجمعيه هذه الارض هذه ولا غدوز اصلا هذه كاين شي منفعه عامه للناس هذا ما عندنا حتى مشكل. حنا مع المصلحه العامه ولكن المشكل اللي كاين هو هاد الناس اللي كيدوزوا كيصغوا الطريق. شكون هما هادو؟ واش العمران؟ واش بلديه؟ واش عماله؟ واش نوم؟ ما كاينش يعني ما كاينش الناس اللي نتحاوروا معاهم اللي نقسم معاهم فوق الطبله ويعطونا ضمانات ونوريهم الوثائق ديالنا ويسنيو معنا الالتزامات ويعطونا الحقوق ديالنا وحنا مع المصلحه. الانسان ماذا بينا حنا ندوزوا الطرقان وتبناو المدارس ونمشيو المدينه لقدام وكل شيء يكون بخير ولكن ماشي من على ظهرنا حنا عاوتاني. لان حتى في الخطاب ديال سيدنا قال لك النهار الناس فاش تحيدوا لهم الملكيه ديالهم خص تعوضوهم وتعوضوهم بالثمن ديال السوق. ما بقاش ديك العشوائيه وديك السرقه اللي كانت في الفوضى راه ما بقاش الوقت ديالها. يعني الانسان راه عنده وثائق ديالو وعنده ارض ديالو ديتي ليه باش تاخذ المصلحه العامه على المصلحه ديالو نجلس معاه فوق الطبله ونعطيه الحقوق ديالو ونعطيه المسائل ديالو وما كاين حتى مشكل. حنا كلشي هاد الناس هادو قابلين يتفاوضوا وكلشي ولكن معامن جيبوا لنا الناس اللي مسؤولين وعندهم الصفه يعني قانونيا اللي نعرفوا معامن كنتحاوروا ويعطونا الحقوق ديالنا والمسائل ديالنا اللي كاينه في السوق. المترو راه باين وكلشي الامور راه باينه. حنا بسم الله حنا نسالوا معامن اليوم قبل غدا ما كاين حتى مشكل. هادشي حنا اللي بغينا ما كنطلبوش حاجه. ما بغيش نديروا تعرض من اجل التعرض. حنا ما بغيش نديروا تعرض لهاد الناس الفكره ديال التعرضات والمشاكل ما غير وارده ولكن اللي وارد دابا حنا بغينا الناس اللي نهضروا معاهم ويهضروا معنا ويعطيونا شنو كاين ويقول لنا شكون هاد الناس اللي كيحفروا هنا واش شركه ولا حنا ما عرفنا والو صراحه. جينا كنشوفوا حنا هازين الوراق هالوثائق ديالنا ولكن الناس الاخرين اللي كيحفروا بالتراكسات ما كاين حتى شي واحد اللي يعينوا عليهم. هذا اللي بغينا يتحاوروا معنا ويعطونا الحقوق ديالنا وحنا مع المصلحه وحنا دائما كناكدوا على حنا راه مع المصلحه ديال الجميع. والسلام عليكم. السلام عليكم الاخوان. حنا سيدي درنا واحد الوقفه بغينا نشوفوا شكون هاد الناس هادو اللي جايين كيعبروا في بلاد ديال الناس كيتراسيو كيكروكيو وكيحفروا الواد الحار كيدوزو بلا ما يتشورطوا مع شي واحد. اي بلاد كيجيو الا ما وقفتيهم راه غتلقاهم غدا ركبوا لك القواس. بغينا نعرفوا شكون اللي مسؤول على هادشي. جينا ندوا مع الجمعيه كيقول لك حنا ما كنتسالوا حتى شي حاجه في هادشي. شوفوا مع البلديه المحاور ما كاينش وشكون اللي متخذ هاد القرارات مازال ما عرفناش. واش غنحسبوا هادشي واش ترامي علمك الغير ولا شنو هادشي واش هاد وكاين الناس اللي يهضروا مشاو كيقلبوا على راسهم اللي وصلوا حتى المقاطعه كيوقعوا انهم كتسمعوا منهم بان كيكذبوهم بان غنجيبوا لكم السلطه غنجيبوا لكم البوليس غندير لكم. حنا هو غنعرفوا شكون هذا السيد المسؤول على المساله ديال شنو يتحاور شنو كتحاوروا. الا كان زعما الملكيه عندها ضوابط ديالها وعندها قوانين باش كدير. الا كان شي حاجه باش غادي نجلسوا طويله نتفاوضوا عليها نجلسوا نتفاوضوا باش غادي يجيو يتراموا على اراضي ديال الناس بدون ما يعلموك بلا حتى شي حاجه. هادشي راه ماشي قانوني وحنا في بلاد الحق والقانون كل حاجه راه عندها ضوابط ديالها وعندها قوانين باش كتمشي. كنبغوا نتفاوضوا حنا موجودين نجلسوا نتفاهموا علاش غنتفاهموا نشوفوا اللي ضرنا حنا غنتفاهموا كان شي تعويضه ولا كان شي حاجه غنتفاهموا فيه. الا كانت شي طريقه اخرى من غير داكشي راه حنا ما كنقبلوش هاد الهضره هادي. بغاو يدوزوا معنا المسطرة ديال الملكيه راه معروفه المساطير ديالها كل واحد كيقلب على حقه بطريقته. قانون راه فوق الجميع. الو السلام عليكم. وليام ابو عزه من قبيله ايت طلحه. جيت لقيتهم كيحفروا في البلاد ديالي
بدون اذن وبدون سابق انذار، والبلاد متقى بكواغتها وحنا اصليين ما عندنا لا برارك لا والو. جينا لقيناهم كيحفروا وما عرفنا شكون هذا كيحفر، واش مول الجزئه ام مول اعاده الهيكله. حنا ما عندناش برارك باش يديروا لنا اعاده الهيكله ويمشيو يدوزوا الحفير ويدوزوا القوات تما، وما لقيناش معامل المحاور المسؤول اللي غن اما يكون من البلديه او من التجهيز او من العماله او من، ما لقيناش حد حنا معاه غادي نتحاوروا وغنتفاهموا معاه باي قانون وبهذه دورات الحق القانون. ما يمكنش تدخل شي ارض بلا اذن اصحابها، اما يجيو يتفاوضوا معاهم واما المشروع حنا غادي نوقفوه حتى نتراضاو ونتفقوا ونلتزموا وثائقيا عاد باش يكون هذا المشروع هذا ساري المفعول، لان اي مشروع كيكون بالميزانيه ديالو محطوطه فلما يجي يدوزوا لنا حنا الكوازس في وسط البلاد ديالنا ونحنا ما عندنا لا نقل لا جمال، ما داخلينش الجمعيه ما داخلينش الجزئيه وما لقيناش حنا معامل غنتفاهموا ونهضروا ونتفاهموا معاه. خصنا المسؤول نتحاوروا معاه ونتفقوا معاه ونتفاوضوا معاه سنصل الى حل، والا ستبقى الامور على ما هو عليه. السلام عليكم ورحمه الله. نقدم لكم نفسي انا واحد من الملاك اللي تقريبا عندي واحد قطعه ارضيه فيها 250 متر تقريبا، هذه شي 24 سنه باش شريتها، حتى كانت تفاجئ تقريبا هذه شي عام ونص ان جات البلديه ولا ما نعرف، لان حتى واحد ما تقدم لنا باش يعرف لنا نفسه شكون اللي مكلف بهذا المشروع هذا. بداو كيخططوا في الاراضي ديالنا وكيوضعوا بعد سكون ابيلي روبير كيضعوا بعد العلامات، واكتشفت بان هذيك الارض اللي في الملكيه ديالي مشات كامله بصفه نهائيه. قال لك غادي يدوز في وسط منها الشانطي، ولكن هاد الناس هادو كيجيو كيديروا شرع يديهم، حنا ما عرفناهم شكون هما، ما جات عندنا لا بلديه ما جات عندنا لا هذيك الوكاله الحضاريه لا الوكاله الحضاريه لا عماله لا المجلس البلدي لا حتى واحد ما قدم لنا نفسه باش نعرفوا مع من نهضروا. وفعلا ملي مشينا كنقلبوا على راسنا مشينا للوكاله الحضاريه، الوكاله الحضاريه قالت لك حنا ماشي شغلنا. مشيت لسميتو المحافظه قال لك حنا ما عندناش علم بهذا الشيء هذا. ملي مشينا البلديه قال لك داك الشيء بعيد علينا وحنا عندنا صفر درهم في الصندوق ما عندنا باش نعوضوكم. اذن حنا لمن غادي نلتجئوا؟ واش غادي نخليو الارض ديالنا تضيع هكذاك هبان من تورا؟ حنا كنطالبوا بحقنا، حنا مشيناش ديال الفوضى، الحاجه اللي فيها المصلحه ديال البلاد اهلا وسهلا مرحبا بها. بغينا حتى حنا المغرب ديالنا يتقدم بطبيعه الحال، بغينا يزيد القدام، ولكن يزيد بطبيعه الحال بطريقه اللي هي قانونيه، ما خصناش نضيعوا. وحنا ما واخا جينا مجاورين سميتو السكن العشوائي، حنا ما عندناش سكن عشوائي. انا قلت لك كان تلك هاد البقعه هادي تقريبا هادي اكثر من 24 عام ولكن ما بنيتش فيها شي حاجه اللي هي عشوائيه. حتى كنتفاجئ كما قلت قبيله ان الارض خدات لي الارض ديالي بالكامل 250 متر مربع، وما يمكنش. خص هاد الناس هادو اللي دايرين هاد الشيء هذا خصهم نعرفوهم شكون، وينزلوا معنا للطاوله ديال الحوار ويعوضونا كيف ما قال صاحب الجلاله نصره الله وايده والله يشافيه بطبيعه الحال بهذه المناسبه هذه، والله يشافيه، يعوضونا بدك الثمن اللي القيمه اللي كتستحق الارض بطبيعه الحال. وشكرا.